شهد الموسم الرمضاني الحالي زخما انتاجيا خليجيا جيدا ومتنوعا للاعمال الدراميه. تحتي الحين حمد هذه ايش تبي منك؟ حركات اليونون هذه انا ما تمشي علي. من ابرز تلك الاعمال مسلسل العاصوف للفنان ناصر القصبي. العمل ماخوذ عن روايه الكاتب الراحل عبد الرحمن الوابلي، ويستعرض قصة عائلة سعودية من الرياض والتغيرات التي انعكست على المجتمع واستغلال السياسة لصحوة التطرف. هو احنا نتكلم عن بيئة الرياض في أواخر الستينات، وعمل سلسلة أجزاء طويلة ينتهي إلى وقتنا الحاضر. ويعني أيضا الحقيقة الدكتور وابلي ما قصر يعني في هالعمل هذا، قعدنا فيه احنا الان تقريبا لنا اكثر من 5 سنوات واحنا شيل وحط في النص. شو عندك تتمشين هني حسبالك شارع الشانزليزيه؟ كعادتها تشارك الفنانه حياه الفهد في السباق الرمضاني بعمل اجتماعي يحمل اسم مع حصه قلم. ما تدري ان صار لسنين محاسه بطعم النوم ولذته. المبتلي ما ينام. يعني انا صاير معاي النسيان وشيء مو طبيعي. يعني مرات بكون ذكية يعني أخش مفتاحي مفتاح غرفتي أقعد يوم كامل أدوره هذا معروفة يعني. هو مو يعني هو عادة حسب النص اللي يكون موجود عندنا، فما توفر لنا كوميدي فحصلنا على حصة قلم، والموضوع شدني بصراحة جميل جدا. وانا بانتظار اي عمل كوميدي، بالعكس اتمنى من الكتاب ان يسوون عمل كوميدي. لا تقولين خالتي خلت عظام العدل. الفنانه الكويتيه سعاد عبد الله كانت حاضره بشكل جيد ومختلف في مسلسل عبرة الشعرة التي ظهرت فيه بشخصيه قويه ومتسلطه. انا عندي كريشات سرقت. الكوميديا الخليجية كانت حاضرة بعدد من الأعمال المميزة، منها بدون فلتر للنجم عبد الله السدحان، ومسلسل شيرشات الذي يجمع الثلاثي راشد الشمراني وحسن عسيري وفائز المالكي بعد غياب دام عقد من الزمن. أحداثه مختلفة، فأنا أسميه العمل العنيف، في عنف، عمل عنيف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا من وجهة نظري عن بدون فلتر، بغض النظر عن أي عمل آخر يقدم. أتمنى لهم التوفيق، أتمنى لهم النجاح. متى ما كانت المنافسة موجودة فهذا شيء جيد، وأعتقد أنه ظاهرة صحية جدا للأعمال الدرامية السعودية. عدد الأعمال المشاركة هذا الموسم تعدى 30 عملا دراميا خليجيا بين التراجيدي والكوميدي والاجتماعي، ويعتبر من اكثر المواسم نشاطا على الصعيد الانتاجي. يعني ابليسك تو ان انا بنشطح ايش تبي؟ ماجد الفاسي، العربيه. دايم الخبر بيخليك تزعب زحف، وشو يا وجه النكبه؟